المادة الثانية نتشارك الكوكب للأسبوع الخامس للصف الخامس. الفكرة المركزية: تتغير بنية الأرض باستمرار من خلال العمليات والقوى المختلفة. أتوقع من المتعلم تحقيق الأهداف الآتية خلال هذا الأسبوع: اللغة المكتوبة اللي هي القراءة والكتابة. القراءة: يقرأ النصوص ذات المستوى المناسب له باستقلالية وبثقة وفهم حسن، يحدد الفكرة الرئيسة الموجودة في النص، يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشاء. سنبدأ بخط البحث الثاني، أسرار كوكبنا. سنبدأ بالنص الأول بعنوان أسرار كوكبنا، والذي يوضح أهميات الطبقات الثلاث من قشرة أرضية وستار ولب داخلي ولب خارجي، ونحدد خصائص كل منها. سنبدأ بحل أسئلة الفهم والاستيعاب: ما الفكرة الرئيسية التي يدور حولها النص؟ ما المهارات التي قام بتوظيفها المتعلمون خلال هذا النص؟ مما تتكون طبقات الأرض؟ كم عدد القارات؟ كم عدد المحيطات؟ يستخرج المهارات اللغوية التي تم أخذها خلال العام الدراسي من فعل ماض، فعل مضارع، وفعل أمر، فاعل، مفعول به، جملة استفهامية، جملة تعجبية، وأداة نداء وغيرها. سنبدأ بالنص الثاني بعنوان إخلاء، الذي يوضح أهمية كيفية التفاعل مع الزلازل والبراكين، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها، وكيفية التنبؤ بها، وكيفية حماية أنفسنا أثناء الكوارث الطبيعية. يقوم المتعلمون باستكمال بهاراتهم البحثية المختلفة من مصادر متنوعة مثل الكتيبات، الكتب، المجلات العلمية، الموسوعات العلمية، للتعرف على طبقات الأرض وخصائصها. دمتم بخير وعافية أصدقائي الأعزاء.